صباح الخير، وحشتوني والله يا جماعه. يعني انا اصحى الصبح كده اعمل تويتاية حلوه كده واسمع فيروز وبعد كده الاقي التايم لاين جاي لي كابتن عصام عبد المنعم. فيها كابتن عصام على الصبح؟ ما تقول يا صبح كده. قفلتني بجد. يعني ايه الافوره دي؟ ترحيل وقطع طاقته وترحيل اقامته، ايه يا كابتن؟ خلاص يعني لاعب غلط وهيتعاقب حسب اللائحة القانونية. فليه الأفوارة دي؟ إقامة إيه؟ هو جاي يزور الهرم؟ بجد يعني قفلتني على الصبح. أفوارة قوي يا جماعة بجد والله. يعني لما تيجوا تصرحوا بجد بلاش أي بومبو وخلاص. أي هاتش. أي بومباية، أنا هضرب أي بومباية. إقامة إيه اللي تتقطع وإقامة إيه اللي تترحل؟ أنت شو أنت عايز تمده يعني؟ بجد؟ إيه ده؟ صباحكم فل.